السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الدرس الثاني في سلسلة برمجة الأردوينو. في الدرس ده إن شاء الله هنتكلم على ثلاث مواضيع مهمة. الموضوع الأول هي مقارنة سريعة ما بين المايكروبروسيسور الجيل الأول من المتحكمات والمايكرو كنترولر الجيل الثاني والأردوينو اللي أنا بعتبره هو الجيل الإيه؟ الثالث. طيب الموضوع الثاني إن شاء الله هنتكلم إيه هي الأدوات المهمة اللي المفروض تبقى معاك علشان تقدر تبدأ معانا إن شاء الله برمجة الأردوينو. الموضوع الثالث هو إيه هي طرق برمجة الأردوينو، هما ثلاث طرق زي ما هنشوف إن شاء الله. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية إيه الفرق ما بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كنترولر والأردوينو؟ ببساطة خالص، المايكرو بروسيسور هو الجيل الأول من المتحكمات. الجيل الثاني هو المايكرو كنترولر، يحتوي على المايكرو بروسيسور وبعض الحاجات التانية اللي بتساعده في الشغل زي الميموري مثلا. الاردوينو هو الجيل الثالث وهو بيحتوي على المايكرو كنترولر وبعض الحاجات اللي بيحتاجها المايكرو كنترولر علشان يقدر يشتغل. هديكم مثال بسيط. الدايرة اللي قدامنا دي دايرة معمولة بالمايكرو بروسيسور سنة 2003، كنت باخد كورس تدريبي كده، وكان المشروع ان احنا نعمل اشارة مرور باستخدام المايكرو بروسيسور. الموضوع كان جدا صعب، لغة البرمجة كانت صعبة، الهاردوير كان كتير، البرمجة كانت صعبة زي ما انتم شايفين، حاجات كتير. كل ده موجود دلوقتي على الشيب اللي جوه الايه؟ الاردوينو اللي هو المايكرو كنترول. اتكلفت كتير، خدت حوالي شهر شغل وتوصيل. طيب بعد كده طلع المايكرو كنترولر، ده احد منتجات مايكرو تشيب. هي التشيب دي بتحتوي ببساطة خالص على كل الحاجات اللي شفناها من شوية. بتحتاج دائرة زي كده للبرمجة وكان بي اس بي وبعض البرامج علشان اقدر ابرمجها. الموضوع بقى ابسط ولكن مازال معقد. بعد كده جينا على الاردوينو. الاردوينو الميزة الكبيرة اللي فيه ان هو يعني لم كل اللي فات ده جوه، يعني كل الحاجات دي موجودة هنا على الشيب بتاعتنا دي، بالاضافة دائرة البرمجة كمان موجودة. كل المطلوب مني كان بي اس بي وكمبيوتر بقدر ان انا اشتغل. طبعا موضوع المقارنة ما بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كنترولر والاردوينو موضوع كبير وفي دروس طويلة، ولكن احنا زي ما اتفقنا احنا بنكلم القاعدة العريضة من المستخدمين او المبتدئين، فمش عايزين ندخل الاول في التفاصيل علشان ما نملش. نيجي على الموضوع التاني النهاردة وهو ايه الحاجات اللي انت محتاجها علشان تبدأ تشتغل وتبرمج الاردوينو. اول حاجة محتاج بوردة اردوينو، كابل يو اس بي بتوصل بالكمبيوتر عشان البرمجة، محتاج جهاز كمبيوتر طبعا، يعني مش هتقدر تبرمج من غير جهاز كمبيوتر. محتاج تيست بورد او بريك بورد، محتاج بعض الدات، سلاك توصيل، ديجيتال مالت ميتر، محتاج باور سبلاي. يعني دي الحاجات ان شاء الله اللي هتبقى محتاجها في البداية علشان تقدر تبدأ معانا ان شاء الله البرمجة. طيب في حاجات تانية طبعا هنحتاجها في المستقبل بالتدرج كده في الدروس، وكل حاجة هنتكلم عليها في وقتها ان شاء الله علشان ما نشتتكش. الموضوع التالت النهاردة وهو طرق برمجة الاردوينو، وده تاني موضوع مهم من وجهة نظري بعد الموضوع الاول اللي هو كان طرق امداد الاردوينو بالطاقة. طيب على بركة الله هنشوف طبعا بقى على الكمبيوتر حاجات. هنبدأ. احنا عندنا اول حاجة برمجة الاردوينو باستخدام الاي دي اي، وفي فيديو على قناتي بيشرح الموضوع ده بالكامل، ازاي تنزل الاي دي اي وازاي تستخدمه في البرمجة، هسيب لك اللينك بتاعه. برمجة الاردوينو باستخدام اردوينو كرييت نفس الكلام. برمجة الاردوينو على موقع تينكركاد، وده احد المواقع اللي تعتبر معامل الكترونية بسيطة.
تابعة لشركة أوتوديسك، ممتع جدا وهتحبوا تشتغلوا بيه إن شاء الله. كل حاجة ليها وقت وليها تطبيقات، هنشوف كده، نبدأ إن شاء الله وبركة الله نشوف الموضوع. بسم الله. أول حاجة، بسم الله، أول حاجة هنبرمج الأردوينو باستخدام أردوينو أي دي. إزاي؟ تلاقي أصلا أردوينو أي دي من على موقع أردوينو الرسمي arduino.cc. هدخل على software download، داونلود ذا اردوينو اي دي. عندنا هنا طبعا فيرجنز مختلفه لل الاردوينو اي دي على حسب انت شغال على ويندوز، على ويندوز 8، على ويندوز 10، على ماك او اس، على حسب اللي انت شغال عليه. طبعا انا شغال على ويندوز 7. هنزل الاختيار الاول ده، هيجي يقول لك هنا تحب تدعمنا، لو حابب تدعمهم هتدعمهم، لو مش حابب هتقول له جاست داونلود. وبعدين هينزل هنا الاردوينو اي دي اي. بعد ما بينزل زيب فايل بهذا الشكل، تعمل له اكستراكت. والجميل بقى في هذا الفيرجن ان انت مش محتاج تعمل له سيت اب، مجرد ان انت بتعمل دبل كليك عليه بيفتح، ودي ميزة كويسة. كنا قبل كده في الفيرجنز القديمة كنا محتاجين ان احنا نعمل سيت اب للاردوينو اي دي اي. نزل الفولدر كامل في كل شيء، الدرايفرز والاكزامبلز والهاردوير وفي كل شيء. لما تفتح الاردوينو اي دي اي بيبقى كل اللي مطلوب من سيادتك ان انت البوردة بتاعتي كابل يو اس بي اوصلها، تمام، اوصلها بمدخل اليو اس بي في الكمبيوتر بتاعي. زي ما احنا شايفين كده، هو في البداية خالص، وده هنتكلم عليه ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن البرمجة، بيبقى عارض الفويد سيت اب والفويد لوب، وهنفهم ايه قصتهم وايه الفائدة بتاعتهم. احنا هناخد ببساطة خالص اول فايل examples basic في مثال اللي هو البلينك. مثال البلينك ده ببساطة خالص هو في ليد LED بيلت ان على الاردوينو بورد على البن رقم 13. هو هنا كل الحكاية عامل برنامج معرف البن مود ليد بيلت ان اللي احنا بنتكلم عليها من 13 دي، اوتبوت عرفها اوتبوت، وبعد كده عمل ديجيتال رايت على الليد بيلت ان هاي لمده ثانيه، وبعدين عمل ديجيتال رايت على الليد بيلت ان لو لمده ثانيه. هندخل طبعا بعد كده في تفاصيل البرنامج ده ان شاء الله هيبقى اول برنامج هنشرحه بتفصيل، ويعرف يعني ايه void loop، ويعني ايه void setup، ويعني ايه digital write، ويعني ايه digital read، ويعني ايه bin mode، ويعني ايه out، ويعني ايه input. كل حاجة هنتعلمها ان شاء الله في وقتها، ولكن انا دلوقتي بشوف ازاي بس هبرمج الاردوينو بتاعي بطرق مختلفة. كل اللي انا محتاج اعمله اعمل verify، اتأكد ان البرنامج بتاعه ما فيهوش اي سينتاكس ايرور. بعد لما بيعمل فيريفاي طلع الرساله هنا ان ما فيش عندي مشكله، خلاص اقدر اعمل ابلود. وانا بعمل ابلود لو بصيتوا معايا كده في الليد الاورنج دي بتعمل بلينك سريع كده، وده دليل ان حصل ابلود. لو بصينا بعد ما عملنا ابلود وفصلنا الاردوينو بتاعنا وصلنا للباتري عشان نقدر نشوفها عن قرب، لو بصينا كده هنلاقي الليد
على البين 13 زي ما انتم شايفين كده، تنور لمدة ثانية وتطفي لمدة ثانية، وده نشوف مع بعض ازاي نبرمج الاردوينو من غير ما نستخدم اردوينو اي دي اي باستخدام ما يعرف باردوينو كرييت، وده اونلاين اديتور على موقع اردوينو الرسمي. طبعا ليه مميزات كتير في كل اللايبريز الجديدة، في كل الابديتس، مش محتاج ان انا كل شوية انزل فيرجن جديد من اردوينو اي دي اي واسطبه. ده كمان لو انا بشتغل من اي مكان بقدر اتعامل معاه. طيب نشوف هنعمل كده ازاي. هدخل على جوجل بسم الله الرحمن الرحيم، arduino.cc arduino home. بس انا محتاج علشان اشتغل على الايديتور ده ان انا اكون عامل اكاونت على موقع اردوينو. انا بالفعل عامل اكاونت على موقع اردوينو، ولكن لو انت مش عامل اكاونت ده هتعمله. هدخل على من القائمة دي على software online tools arduino web editor loading arduino create. طيب ايه الرسالة دي؟ الرسالة دي باختصار بيقولك ان انت محتاج حاجة كده زي فايل صغير او برنامج صغير يبقى وسيط ما بين الموقع وما بين الاردوينو كيت اللي انت هتحطها. طيب عشان نحلها، هو بيقول لي هنا ان انت محتاج تحمل الفايل ده وتسطبه، فانا هحمل الفايل ده. تمام، هقول له داونلود. اوكي، بعد ما احمل شو ان فولدر هاخده كده احطه في الفولدر اللي فيه الشغل بتاعي. تمام، هو طبعا انا كنت منزله قبل كده. بعد ما احطه هقول له كليك يمين run as administrator yes، وهسطب ال الفايل ده. طبعا قبل ما اسطب الفايل ده، سواء كنت موصل اردوينو او لا مش هيقدر يتعرف عليها. بعد ما سطبنا نقدر نشوف التسطيب تم بنجاح. هنلاقي الايكون دي هنا تحت كده على اليمين، اقول له نكست. لو رجعنا تاني بقى لموقع اردوينو كرييت، هنلاقي ان الاردوينو كرييت سايت قدر ان هو يتعرف على الاردوينو المتوصل عندي اوتوماتيك زي ما انتم شايفين كده. اردوينو اونو ات كوم 3. طيب انا مثلا عايز اتاكد ان الدنيا شغاله كويس، هاجي على اكزامبلز، اختار مثال بسيط مثلا وليكن مثال اللي هو البلانك، وشغل بين رقم 13 واشوف بلانك ده البرنامج اللي احنا كلنا عارفينه الليد بوتون او اللي هي البن رقم 13 اوتبوت ليد بوتوم هاي ديلي 1000 ليد بوتوم لو ديلي 1000. طيب نعمل فيريفاي، فيريفاينج بلينك كده دون فيريفاينج بلينك. اقدر اعمل ابلود على البورد بتاعتي، وزي ما احنا شايفين واحنا بنعمل ابلود بيحصل الاكشن العادي اللي احنا متعودين عليه في الاردوينو كيت. تمام كده
حصل ابلود على البورد، تمام، وزي ما هو ظاهر قدامنا كده خلاص. يبقى انا كده حملت واتأكدت ان الدنيا تمام واقدر اشغل. وبالطريقة دي نكون حلينا مشكلة او مشاكل كتير من اللي بتظهر لما بنيجي نستخدم الاردوينو اي دي اي. الطريقة الثالثة باستخدام موقع تينكر كاد، زي ما قلنا قبل كده ان ده احد مواقع تبع شركة اوتو ديسك. نفتح موقع tinkercad.com. في البداية لازم يكون ليك اكاونت، لو مش عامل اكاونت هتضطر تسجل. انا طبعا مسجل قبل كده. افتح الموقع، زي ما احنا شايفين الميل، الباسورد، ساين ان. لما نفتح الموقع احنا طبعا انا عامل قبل كده مجموعة من الدوائر والمشاريع، سيركت، اعمل كرييت نيو سيركت. موقع بسيط جدا يقدر اي حد ما استخدموش خالص قبل كده يستخدمه ويعمل عليه مشروع من اول مرة، ما فيهوش ازمة خالص. طبعا يعني هو ممكن يكون في مشكلة في الانترنت كونكشن، السرعة بطيئة شوية، بس ما فيش مشكلة. وقت ما بيفتح الموقع هنشتغل وهنشوف اللي احنا عايزين نعمله. فتح الموقع، ممكن تعمل سيرش على الاردوينو او من اردوينو. ده بعض المشاريع الجاهزة بالاردوينو، مش ده اللي انا محتاجه. انا محتاج بس بوردة اردوينو. هرجع على قائمة بيزك، هلا اردوينو بس. هاخد البوردة، مش محتاج اي حاجة تاني معاها. زي ما اتفقنا هنشتغل على الليد بيلت ان اللي هي على بين رقم 13. خلاص انا كده الدائرة بتاعتي كاملة، بوردة اردوينو بس في البداية احنا لسه. وبعدين هعمل الكود بتاعي. اجيب الكود منين؟ ممكن افتح برنامج اردوينو اي دي اي وانسخ الكود اللي اشتغلنا عليه اللي هو كود البلينك. ابسط كود خالص موجود، فايل examples basics blank، وانسخ الجزء المهم في الكود void loop void setup. طبعا كل اللي فوق ده comment هنتكلم. بعد كده هدخل على الموقع او الكود، افتح. انا محتاج الكود اذا تكست. تمام، كونتينيو. ده الكود اللي انا هشتغل عليه. بس بدل ليد بيلت ان هي 13، void stop void loop الكود بتاعي. خلصت الكود ببساطة خالص، اقدر اقول له start simulation. start simulation. لو بصينا على الاردوينو بين رقم 13، طبعا انا محتاج اوضح الصورة اكتر، اعمل stop simulation، اشد البوردة بتاعتي كده في مساحة ظهر اكتر، start simulation تاني. لو بصينا هنلاقي ان الليد بيلت ان اللي متوصل على بين رقم 13 بتنور لمدة ثانية وبتطفي لمدة ثانية زي ما هو في الكود قدامنا. طيب لو عايز اتأكد ان الكلام ده سليم هغير، بس تغيير بسيط، هعمل stop simulation، اخليها تنور لمدة 3 ثواني وتطفي لمدة ثانية، 3000 ملي سكند. start simulation، بصينا مدة الإضاءة بقت أكتر، مدة 3 ثواني وبتطفي لمدة ثانية.
وبكده نكون نفذنا البرمجة بالطريقة الثالثة باستخدام موقع تينكركاد، وكده نكون وصلنا لنهاية الدرس الثاني من سلسلة دروس برمجة الأردوينو. أشكركم على حسن استماعكم، وأتمنى أن تكونوا استفدتوا، وأشوفكم إن شاء الله قريب في الدرس الثالث. إلى اللقاء.